كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم يا اخوان. حنا كنتواجد دابا داخل بيت الله وبيت الله، راه كلشي مشى للمسجد، راه تشقاق كامل ما عندناش السوارت باش نطلعوا لكم الفوق تصوروا لينا. راه المسجد مشات والناس دابا راه تتصلي في برا، تتصلي في الشمس، ما عندهم فين يصليوا. وتنطالبوا حنا الوزاره الداخليه تبني لنا جامع اخرين المحسنين. راه هادشي راه الا جدي قاعد تصلحوا، راه ما فيه ما يتصلح. راه مشى الجماعه كامل مشى، ما كانش فين يصليو الناس. وما عندناش السوارت باش نطلعوا للفوق نصور لكم فين كاين الفقيه في ديك اللحظه ملي ضرب الزنزال. والبلاصه راه الناس دابا والله الا صلاو الدور عليه في برا. دونك الجمعه ما كاينش فين يصلي الجمعه؟ لا لا، الجمعه ما صلاوهاش كاع، كل واحد كيصلي بوحدو في خيمته ولا كيمشي للطل كيصلي فيه. هذا الشيء اللي كاين اخويا. وكنطالبوا من المحسنين الا كان شي محسن يوصلنا دوار تيبنارين جماعه تداسيل اقليم شيشه ودائره نجار. الا كان شي محسن يعاود لينا هذا الجام فاش يسليو الناس. راه كلشي مشى وفقي دابا والله الا خيمه اللي درنا ليه برا. هذا الشيء اللي كان اخويا، هذا الشيء اللي عندي.